بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا بحمد الله إلى النصيحة الرابعة من النصائح العشر قبل الامتحان، وهي نصيحة مهمة جدا بعنوان اسأل. اسأل في كل كبيرة وصغيرة تقابلك في المنهج. عايزك تجمع أسئلتك في ورقة، ودي كنا قلناها قبل كده، في دون، علشان تسأل أستاذك الخبير بالمادة اللي انت بتثق فيه جدا. ما تسألش زميلك ولا تتشكك في إجاباتك. طول ما الإجابة متوافقة مع كتاب المدرسة اقبل الإجابة، لأن نموذج الإجابة بينزل من كتاب المدرسة. كمان حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أوصي كل طالب وطالبة إنه أي جزء يذكره لازم يعمل هو عليه أسئلة. يعني أنت ذكرت مثلا فقرة في قصة الأيام، لو سمحت فوق الفقرة ديت أكتب سؤال من كتاب المدرسة. لو بتقرأ أكتب في كل فقرة سؤال، ونوع أسئلتك: لماذا، أين، كيف، من، علل، ماذا لو. على فكرة الطريقة ديت تشحذ جدا المخ البشري إنه يفهم أكتر اللي بيقرأ، لأنك مش هتعرف تحط سؤال مناسب إلا إذا كنت فاهم الفقرة اللي قدامك. فأنت تقمص دور الممتحن. تخيل نفسك كده إنك هتعمل امتحان أو بتعمل امتحان لزمايلك، وبتحاول يعني تصعب عليهم الامتحان شوية، إنك مفتري شوية وعايز تصعب عليهم الامتحان شوية. عايزك بقى تبتكر في أنواع الأسئلة. أستاذ طب هو ده مش هيضيع وقت؟ لا طبعا. مين اللي قال انه هيضيع وقت يا جماعه؟ انت بتيجوا عند الحاجات اللي هتفيد قوي وقول لي هتضيع وقت. فلو سمحت انت حط اسئله، توقع الاسئله، نوع الاسئله، ويا ريت يا سلام لو انت تيجي في يوم كده وتقول انا هحط امتحان ثانويه عامه. تخيل كده لو انك انت طلب منك وكلفت من وزاره التربيه والتعليم انك هتحط امتحان ثانويه عامه، هتحطه عامل ازاي؟ طبعا هتقول لي احطه سهل قوي عشان كل العيال تنجح والكلام ده كله. لا لا لا، انا بتكلم بجد، انا بجد اعتبرها تجربه حقيقيه وتجربه جاده. وانت توقع كده، امسك كده بص تلاقي نفسك اضطريت انك ترتب الماده حسب اهميتها، او بمعنى الاصح تصنف المعلومات. تقول اه ده انا عايز اجيب امتحان بقى متوازن، ما هم عمالين يقولوا ان 15% بس من الامتحان او 20% هم اللي عايزين تفكير، لكن باقي الامتحان في متناول كل الطلاب تقريبا اللي ذاكروا. اه يبقى انا دلوقتي هنوع اسئلتي وابدا احط اسئله. يا ترى ايه موضوع التعبير اللي تتوقعه؟ شوف بقى انت كده وصوغ، حاول يعني من كتر قراءتك لموضوعات التعبير حاول انت تحط سؤال، حاول تحط راس الموضوع. وبعد ما تخلص الموضوع سلام عليك لو مسكت كتاب الايام كده وقعدت تقرا، ها، بحجه بقى انك انت هتحط امتحان ثانويه عامه، وانت بتقرا لقيت الفقره دي مهمه. لا لا الفقره دي مش مهمه قوي، لا لا طب استنى شويه اقرا كمان. على فكره انت كده بتذاكر، على فكره انت كده بتراجع، على فكره انت كده بتعمل حاجه في منتهى التركيز، اللي هنتكلم عليها بعد كده، اللي هي نصيحة التركيز دي مهمة قوي. هتلاقي نفسك انت بتجيب اخرك علشان تقدر تطلع المعلومة الجميلة وتطلع معاني الكلمات. والله بجد تجربة ممتعة مثيرة، تجربة جديدة تخرجك بره ملل المذاكرة، انك تقمصت دور انك بتحط امتحان ثانوية عامة وبتدور على اسئلة متنوعة ومتميزة. ولو ما كنتش عارف تحط اسئلة، ايه رأيك انت تجمع من الاسئلة اللي بتحلها سؤال وتفترض ان ده امتحان ثانوية عامة؟ ايه رأيك انت تعمل مختارات من الامتحانات الثانوية العامة السابقة، ومن اسئلة الدروس اللي عندك، ومن اسئلة بعض الكتب الخارجية المحترمة المعتبرة، وتبدأ تحط اسئلة انت بعيدا عن الجرايد. يا جماعة الجرايد دي مأساة، وبقولها تاني، يا ريت نخلينا ونحدد المصادر المهمة اللي نحل منها وما نلجأش لحاجة توتر أعصابنا. حتى بعض القنوات للأسف الشديد بتقدم مادة يعني بتصعب على الطلاب. يعني لسه جاي رسالة النهاردة على الموبايل من زميل ليكم بيقول لي إن قناة ما بتهتم بأمور التعليم يعني، وإن هم بيصعبوا قوي المسألة على الأولاد ومش فاهمين طبيعة الطالب المصري. الرسالة دي حقيقة كان جاياني النهاردة على الموبايل. فأنا عايزك اللي تلاقي حد يصعب عليك
يعني ايه فك دماغك منه خالص وروح للمساله اللي هي الوسط الصحيحه. فانا بقول لك يا شباب عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، يا ريت تبعتوا لي تجارب ليكم، انك انت هتحط ان ده امتحان ثانوي عام كامل، انا عايز امتحان ثانوي عام كامل، وتبعتوا لي على الصفحه ان شاء الرحمن الرحيم، ونشوف بقى لما ينزل الامتحان الحقيقي انت قد ايه قدرت تتوقع الاسئله مهمة. وأرجو أن تكون تجربة مفيدة، وإن شاء الله بإذن الله تستفيدوا منها، وعن طريقها تراجعوا وتذكروا وتصنفوا المعلومات، وتقدر إن شاء الرحمن الرحيم أنك أنت يعني تراجع بطريقة جديدة غير مملة. أبناء الطلاب، دي كانت نصيحة اسأل إن شاء الرحمن الرحيم. في النصيحة القادمة هنتكلم عن ركز، وهي مهمة جدا لأن معظمنا طبعا بيعاني من الشرود والسرحان. أبناء الطلاب، أرجو أن أكون قد أفدتكم بهذا الاقتراح، وأنتظر على صفحة بنذاكر امتحانات الثانوية العامة المقترحة من طلاب الثانوية العامة إن شاء الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.